خدمنا باش نربحو، حنا جينا باش نربحو باش نخصص بخدايا عندنا لي بوان بزاف، دينا بوان كوب جايو باش طالنا، كان علينا باش نربحو، كيما ركينا زادتنا ساهلة باش نلعبو كرة الكرة. ما عندكم مقابلة مهمة الأسبوع هذا مع الشباب؟ إن شاء الله نلعبو كيما اليوم، نلعبو المقابلة القوية اللي أداها هذا الموسم. شبيه بالضبط. عندنا جروب هذا مساعة قاعدة. الحمد لله يا ربي، كما يقول لك ديربي دينا أن بون ماتش، وين كما يقول لك كنا طبقنا لي كونسي تاع لونترينا تاعنا، ربي ما خيبناش وين كنا بيان، وين درنا كما يقول لك مقابلة في القمة، الناس كاع شادت علينا كونتر أن كرون كلاب كما سي آر بي، ولا بريف ريزيتا هي اللي تهدر، إن شاء الله نكونتينو كيما انه لاعبين يعني معظم لاعبين كانوا في اجازه، ولكن فزتوا باداء ونتيجه اليوم مقابله عريضه. كما يقول لك كاع كما يقول لك سي ار بي لا كانوا في اجازه راك تهدرت معك، مي ما يخفالكش بلي لعبنا اليوم درنا كرون ماتش، وين كاع لي بيبليك مام لابريس شهدت علينا بلي ان كرون ايكيب. ما عندكم مقابله مهمه الاسبوع مع قسنطينه، شوف قسنطينه ان شاء الله بربي كما يقول لك نبروفيتو ماكسيموم باش نزيدو نكملو في لي بون ريزيطا parmi les premiers pour quoi l'un du championnat. Le match ou les matchs des derby hadou ma tu عارف شكون اللي راح يتربع شكون اللي تفوز والحمد لله زالي بالبيت تاعنا عاوننا مليح وكيما نقولوا قدمنا مباراه شابه وان شاء الله كل زمان نقدموا مباراه شابه حتى نفوتوا لالي هذا في المرتبه الاولى. كنت تتوقع فوزكم برضايا كامله؟ كيما نقولوا ديربي ما عندوش نتيجه، ديربي ما عندوش نتيجه على حساب تلعب الماتش ومن بعد تشوف كيفاش المقابله كيفاش راح تصير. هذا هو هذا الموسم الهدف هو ان رايحين نحجزوا باش لقب الاتحاد الحراش الكواس اللي جديد الاسلام جمعنا لنا بارك الله فيك. عزي الظن بانه كي نقلوا المقابله الى ملعب 20 عود كان افضل، يعني يرسوفيهم شباب ومع ما ترسوفيه في الروتور خير. افضل خير من ملعب وليد. خاصه دوكا كي ربحنا بالمباراه هنا في فاوت صعيبه باش تربح في فاوت. الروتور راح يكون في الحراش. الروتور ان شاء الله يكون عندنا هيك في الحراش. عليك الشباب الوزدان مارغي لا ديفات هذه يبقى الشباب اللي بالتاريخ تاعو بالفوتبول تاعو، احنا ربي وفقنا اللي بدنا نفوزوا بصح ديفون فريق اللي استغلينا الاخطاء اللي دارها وصغلينا نقص تاع بعض اللاعبين اللي كانوا خاصه من الناحيه الدفاعيه. انا من بوليس كورتا ضد السيد صالح مع المناصرين خاصه من المقابله تاع بلا عباس. سي سي احنا ما كانش عندنا بروبليم على السيبورتر تاعنا مالغري لا ديفات تاع لا دينير فوا كونتر بلا عباس، خرجنا بتصفيقات اللاعبين السيبورتر ساندو الفريق حتى الداخل الاخيره، لان عرفوا امكانيات تاع الفريق. يقول لك المثل اللي يكون حصاني كبوه ودوك اللعيب ماشي كيطيح اللعيب لا كيطايح. هذاك الشيء عطاك الله. هذا اللي خلعتنا ندخلوا بقوه في البطوله، نظن ان شاء الله بلاريبي وبالفوت تاع سيان شريف ايتيود تاع انستاب لافوتا، نظن الفريق في لافاز رجول يكون احسن ويكون اكثر انسجام في سي احنا هنا توجور اوبتيميست، انا ما غاديش نقول لك احنا نلعب احنا نلعبوا لكانت الظروف ملائمه باش نتوجوا هذا العام بوكوا با، يعني احنا نلعبوا حتى لاخر لحظه، لا ربي كرمنا وقتلنا نحصلوا على اللقب نبدوا باللقب شي فيه الاول، ولا ربي كرمنا وقتلنا نحصلوا على اللقب ولما لا الفنائيه. بروح جماعيه وحقق الفوز عند فرنسا. بسم الله الرحمن الرحيم، المقابلة تاعنا دينا مقابلة في القمة خاصة من كل النواحي نقولوا، لأن احنا دائما القوة تاع الفريق احنا مجموعة، عندنا مجموعة متناسقة حتى خارج الميدان هذاك اللاعبين كامل اللي هو الفاميلا، هذا الشيء اللي يخلي النتائج الإيجابية تصير. في المقابل هذا حتى الاستابيليتي ديكيب حتى نتوفى على مدة احنا حاجة في مرتبة العمل نقوم بلي بوكو بليس عملية حناش احنا بعد نهاية الموسم هذاك اسبوع راحة نقوم بقينا ندربوا ونخدموا نقول بلي هذا هو الحمد لله وفقنا ربي اليوم بدينا مقابلة في الحمد.
بالنسبة للمباراة شفنا اليوم قدر القلوب اللي لقيتو سهولات في الباب الجديد اللي كان سوعان ربيع خفيفة سهلوا في طبيعة الحال دوك هما كانوا مخصوصا حتى اللاعبين اللي كانوا في المكان تاعهم نظن بلي المقابلة تكون أصعب لما يكون اللاعبين في قطاع البدلاء لأنه يطمحوا باش يكونوا أساسيين في المقابلة الجاية. نظن بلي المباراة ما كانت سهلة، حنا اللي كنا مركزين في المقابلة وأدينا أنا وعرفنا كيفاش يصير المقابلة حتى تصعد. نروحوا اليوم نقدروا نقولوا بلي يعاودوا باش يطلعوا في المعنويات باش يتموا على اللقب. نتيجة إيجابية تخلينا دائما مع الكوكب الأولى باش مازلنا يعني مباراتين نهاية المرحلة الشتوية. نظن بلي تخلينا دائما مع الكوكب الاولى وتخلي المقابلات الجايين نقدموا احسن مباراه في هذا السنتين اللي راح تكون صعبه بزاف. بطبيعه الحال المقابله كامله صعبه ما كاينش مقابله صعبه خاصه هذا العام وين اغلبيه تاع الفرق راهم يلعبوا المرات الاولى. حنا رانا مع رانا في الجروب ان شاء الله نكملوا. قصدي واش تقول بك عمر؟ لا عمر نتكلم على عمر ما نتكلمش على الهدف. عمر غني عن التعريف لاعب ممتاز و يعني كل موسم يسجل لي عمر فما في المقابلة في ودي يسجل لي عمر حي كثير وإن شاء الله يكمل على هذا بارك الله فيك. عزدين عزدين الاتحاد الحراش دائما يبدا الموسم بقوة ولكن يعني في مرحلة الإياب يبدأ يتراجع المستوى تاعو تدريجيا يعني ما يتراجعش المستوى تاع الاتحاد الحراش بكوليس هما اللي دائما يخلوا الاتحاد الحراش يعاود ترجع له يعني لأنه كامل نعرفوا الجزائريين بلي بلاص مرحلة تاع الإياب يقعوا فيها ما يعني كولا ساو هذا اللي ما تخليش الاتحاد الحراش تلعب على اللقب ولا تلعب على الأربية اليوم كان كورة لا الحمد لله اليوم الحكم كان في المستوى أول مرة بلاكش الحكم في المستوى بعد الحكم القادر بشارة اللي أدي مقابلة في المستوى نظن بلي كان في المستوى كامل اللاعبين كانوا في المستوى اليوم أنا ماذا بيا اليوم ما يكتبوش رجل لقاء رجال لقاء نظن بلي كاع ليكيب كانوا في المستوى هذا اللي كنا باش نديرو ما كنتش توقع هذا النتيجة لكن بعد نصف الشوط الأول نظن بلي كنا قادرين نسجلوا هدف.